انا اول من نبش قضيه، انا اول من نبش هذه القضيه. لا 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 طيب 90% من الشعب الاردني اذا ما بتحترم نفسك لا تقول لا تحترم نفسك. لا معلش ليش بتقول لي مش لا تخلف لا تخلف لا 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 استاذ محمد لا تخلف كيف انا بسمح لك احكي احكي معي انا بسمح لك طيب احكي معي كنت مشترك معهم ما بسمح لك ماشي ما بسمح لك ايش ولا انت ولا ما تقول لي ولا انت ابو سيف عميل لسوريا انت ولك عميل سوريا انت خليك معي في معي ولك انت تساوم على الاردن بس يا ابو سيف كلامك معي كلامك كلامك معي عيب عليك كلامك معي كلامك معي ابو سليمان ابو سليمان كلامك رأي ابو معلش 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 سعاده النائب معلش كلامك معي يا سيدي كلامك معي كلامك معي يا سيدي والله انا كلامك معي طيب طيب انت ما في حرامي ولا بتسرق ولا انت اشتريت اصوات الناس بالمصر خليك كلامك معي طيب خلص خلص ابو سليمان خلي كلامك معي يا سيدي خلي كلامك معي لا دقيقة لا لحظة 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 لا 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 دقيقة لحظة يا لا دقيقة أبو سيف